قادر، يا ترى وصلت بقية الوحدات على المنطقة؟ بعد شوي بيوصلوا. تواصلي مع الضابط يا فوز وفهم منه شو الوضع. بأمرك سيدي. ايه جولار؟ أرتام الحاني خطفوه على قصدي. شو هادي اللي عم تحكيه؟ بترجاك تعال بسرعة. إن شاء الله بترجع. ما فهمت شو صار، فورا إجوا حطوها بالسيارة وراحوا. استعجل أرتام، لازم تلاقي بنتي. تمام، اهدي اهدي شوي. مين في جنبك هلأ؟ بهار هون. شكرا لك. هي جنبي، نحن واقفين برا. اتصلوا بالشرطة، أنا جاي فورا. قادر استلم الأمور، خطفوا بنتي نازلي، أنا مضطر روح شوف الوضع. لا تأكل هم سيدي. أهلين وسهلين، تعرضتوا لشي كمين بالطريق؟ لا سيدي. منيح، ونحن نظفنا لكم هالمكان مشان ما تقرسكم شي حشرة. واضح هالشي، ما شاء الله عليكم أبطال، الله يسلم إيديكم. خبرونا من مركز العمليات إنه اثنين من فريقكم رح يدلونا على الطريق بالمنطقة. مظبوط. مجاهد غر، أمرك سيدي. أنتوا هلأ رح ترافقوا الوحدات على طريقة ليوصلوا على مكان آمن، هي مهمتكم. تحت أمرك سيدي. أنت منيح؟ كتش صغير، لا تقلق. عاشق. مظبوط سيدي، ما في شي بيخوف. ألف الحمد لله. طيب جبتوا أكل ومي معكم؟ جبنا سيدي. وزعوا أكل على المدنيين، ويلي بحاجة لعلاج عالجوا فورا. تحت أمرك سيدي. حاضر. يلا تعالوا يا رجال. الله يكتر خيركم، يعطيكم العافية. سيدي شو الوضع عندكم شباب؟ وصلوا بقية القوات؟ ايه وصلوا سيدي، وخليت معهم مجاهد والغر مشان يوصلوهم على مكان آمن. ممتاز. أنا ما رح كون بغرفة العمليات، لهيك عطيت القيادة للضابط قادر. إذا صارت شي مشكلة تتواصل معه يا فوز. مفهوم سيدي. حاسس من صوتك إنه صاير شي. خير إن شاء الله سيدي. ايه صاير شي، خطفوا بنتي نازلي. مين اللي خطفوها؟ كم رجال مقنع بنص النهار بيوقفوا قدام المركز وبيخطفوها. أنا رايح لهنيك هلأ. ونحن رح نتحرك فورا يا فوز. بتساووا المطلوب منكم قبل أي شيء. بعرف سيدي، لا تأكل هم أنت. تمام. سيدي ليكون صاير شيء. نازلي خير؟ شبه نازلي للأسف انخطفت. سيدي مين اللي خطفها؟ مين وليش لا يخطف نازلي؟ اهدى لا تخاف فورا، الضابط أردام عم يلاحقهم. اهدى. كيف بدك يعني اهدى؟ مشان الله خلينا نرجع بسرعة، ما عاد فيني ضل هون ولا لحظة. اهدى شوي، تحركوا هلا. يلا ديروا بالكن على بعض. لا تشغل بالك، جرحك منيح يا غر، بس دير بالك يلتهب. لا تقلق يا أتاش، منلاقيها. صياد حبيبتي انخطفت، إذا بتتأذى شعرها من راسها بحترق، وحتى بحرق كل اللي حواليه وبحولهم لرماد. طول بالك شوي، لا تاكل هم، منلاقيها. قلتلك اتركني، رح تلبسني ولا بقتلكم كلياتكم. اتركوني. شكر لتمه. ساعدوني يا ناس يا عالم، ساعدوني. اتركوني، بعدوا عني يا كلاو. اتركوني، ساعدوني. كيف رح نطلعها برات الحدود لهالحالة؟ هلا بتشوف كيف حنطلعها. اتركوني، بعدوا عني يا حيوانات. خود حط هاي على كلمة. انتو شو بدكم؟ ايه سيدي في شي خبر؟ ليك يا فوز، اخر مره كانت السياره على طريق دميرجي قريبين من معبر الحدود. انا خبرت الطيار ليغير الوجهه وتنزلوا على القطعه العسكريه يلي على الحدود.
وراح اخبر المسؤول هنيك منشان يبعث معكم كم عنصر ليساعدوكم. ماشي سيدي، رح نتوجه على المنطقة. سيدي لا اول نازل شيء رح نلاقيها يا اتاش، سيارة اللي اخذتها متوجهة على الحدود، نحن رح نوقفهم. حافظ رح ننزل بعد شوي بالقطعة العسكرية اللي عند الحدود، ماشي؟ نتحرك من هنيك. لا تشغل بالك سيدي. هويتك وورق السيارة. تفضل، كل شيء تمام، فيك تروح. يعطيك العافية، إن شاء الله بتوصلوا بالسلامة. الله يسلمك. سيدي هاي السيارة المطلوبة. نازلي جواتها يا ترى؟ مو مبين شيء. سيدي هدول كيف رح يعبروا الحدود؟ بيستخدموا كل أنواع الأسلحة، ممكن يرموا قنابل. بس إذا هنن استخدموا أسلحتهم نحن ما رح نتفرج عليهم. لازم ترتاح عتاش. سيدي مو قبل ما ننقذ نازلي. يعطيكم العافية. رقم لوحة السيارة 2542. شو عم يستنوا هدول؟ تأخرنا كتير. شو عم يصير؟ الظاهر إنه انتبهوا لنا. قلت لكم انه ما راح يخلونا نطلع من هون عايشين. صوت شوي، اسحبوا اسلحتكم. شو عم يصير هون؟ في قواص، حركوا بسرعه علينا، احموا حالكم. لا حدا يقوص، ممكن تكون نازلي بالسياره. بكفي حاجه تقوصوا، هلا بتصيبونا. ديروا بالكم لا توصوا. دخيلك يا رب. ديروا بالكم. هدول شو بدهم؟ ليش عم يقوصوا هيك؟ اطلعوا عليهم، في عساكر هون كمان. قديش صاروا؟ ما عديتوا، لساتهم بالبداية. كل ما صبت واحد بيطلع بداله. صحيح، بيتكاثروا فورا. هدول ما بيموتوا، خلينا نروح. مستحيل. شو بدنا نقول لجولاق؟ يقطع عمره لجولاق، رح يقتلونا. دعوا السيارة. ما في حدا، ما في حدا بالسيارة. افتح. نازلة حبيبتي بدك افتح. تحملي شوي نازلة. نازلة
ضايل عنكم حيوانات؟ شي مرة تعالوا واجهونا يا جبناء، انتو دائما بتغدرونا. الله يلعنكم، لوين اخدتوا ناصلي؟ جبناء غاب البحر، واقف وين ناصلي؟ ناصلي ناصلي بوه. لا تعمل هيك اتاش، لا تؤاخذني، انا رح جن يا سيدي. هالكلاب وين اخدوها لناصلي؟ بكفي اتاش، بكفي، انا قلت لك اهدى. كيف بدي اهدى سيدي؟ حبيبتي ناصلي معنا موجودة بهالسيارة، وين ناصلي يا سيدي؟ ما فيني اتحمل. رح نلاقيها، طول بالك شوي. وين بدنا نلاقيها يعني؟ لوين اخدوها؟ رح نلاقيها. لا تقلق، مشان الله كيف بدنا نلاقيها؟ كيف فائت هلا؟ لا تقلق، أنا بحلها. طلعوني من هون، أحد عم يسمعني يا ناس، بترجاكم حدا يساعدني، طلعوني من هون، ساعدوني ساعدوني، طلعوني من هون يا ناس. لا تقرب يا أخي، زودتيها كثير، رجعي نامي. طول بالك، كون مطمن أخي، رح نلاقيها وعد. هالعديمين الأصل ما رح يضلوا من دون حساب. تعال خليني شوف جرحك. جرح صار بقلبي يا عاشق. طمني، لقيتوا نازلي؟ لا للأسف ما لقينا، غيروا السيارة. ماشي يا فوز، تعالوا فورا. تحت أمرك. انت واحد من أقوى العساكر اللي عرفتهم يا أردم، وبتمنى انك تضل قوي، ومثل ما أنقذنا بنتي رح أنقذ بنتك هلأ كمان، كون واثق من هالشي. رح نلاقيها أتاش، المدير كنان حرك كل الوحدات، حنلاقيها. وإيلام كمان رح تساعدنا بهالموضوع، عم استنى خبر منا. أوه أتاش أشار، كيف صارت إيدك أنسة؟ مالك مضطر إنه تنادي لي يا أنسة، أنا اسمي نازلي. بعرف، كيف صارت إيدك نازلي؟ آه لك أنا مجنون من ولادتي، بس ما لقيت يلي بتناسبني. إيه بس أنا فيني لاقي لك إياها، شو مواصفاتها؟ أنا رح أتأخر. روحي لك. بس قبل ما ساعدك أنا ما رح روح من هون. رح نضل ساكتين هيك؟ في أشخاص بيقدروا يتفاهموا بدون ما يحكوا. بس أنا بدي أحكي أتاش، وأنا بدي أوفي بالوعد اللي عطيته لسيدي. أنت ما عطيت أي وعد لسيدك، نحن عطينا هالوعد لبعض. حبي إليك ما له علاقة لا بالزمن ولا بالوقت. غراب البحر، أنا اشتقت لك كتير أتاش. صدق يلي قال انه الفراق اصعب من الموت. غراب البحر اخي. أتاش شو صار لك؟ غراب البحر، يلا بسرعه يا عاشق.
طالما الروح جواتها الجسم رح ضل حبك دائما. طالما الروح جواتها الجسم رح ضل حبك دائما. بترجاكم تتركوني، بعدوا عني، بكفي اتركوني. شو بدكم مني وانتو لوين جايبيني يا حيوانات؟ لا اتركوني، حدا يساعدني. ولك اتركوني، شو عم تعملوا؟ بعدوا عني، ساعدوني يا ناس، اتركوني مشان الله. لا لا، حدا يساعدني، اتركوني. ما عندكم لا شرف ولا ضمير. لك انتو شو بدكم؟ لا تعملوا هيك، بعدوا عني، اتركوني. رح تتحاسبوا على عملتكم هاي، بابا رح يقتلكم ويطعمي جثثكم للكلاب. اتركوني، ساعدوني، طلعوني من هون. فاكرين انكم رح تهربوا مع عملتكم؟ انا بنت عسكري ورح تتحاسبوا. اتركوني، بكفي. شو بدكم مني؟ بعد عني. كروسي اضرب كمان، يلا اضرب كمان يا جبان. سكري تمك بقى. اتركني، لا لا، ساعدوني. خليكي عاقلة وبلا صوت. ما اجت الشبكة لم تصل؟ لا والله للأسف، ما في أي إشارة هون. كتير بعثت له نداءات على اللاسلكي. تمام، صار الليل يا رجال، الظاهر إنه في مشكلة. خلونا نلاقي مكان نخيم فيه ومنكمل البحث الصبح. تحت أمرك سيدي. بس بس. شو قالت لك إيلام؟ قال سليم عم يشك فيها، يمكن نصبوا لنا فخ. اتصلت مشان تحذرنا. إذا داهمنا المكان سليم رح يعرف إنه إيلام عميلة. إذا فتنا إيلام بتموت، وإذا ما فتنا نازلي بتموت.
انتبهوا طلع حدا. انتبهوا في مداهمة. تأخر الوقت، حسوا بوجودنا. العساكر لقوا مكاننا، يلا اطلعوا لبرا بسرعة. بخيلك يا ربي، ألف حمد وشكر يا ربي. بعت رسالة لإيلام، خليها تطلع من عندها فورا. أتاش فوت من ورا. رجع عساكرنا، هلا رح يقطعوك تقطيع، كلياتكم رح تموتوا يا كلام. يا رب، ألف حمد وشكر. بنتي لا تعدي، بنتي لا تقرب، لا بعد عني، لا لا لا. أنا إجيت أنقذك. ناصري، ناصري حبيبتي، يا ربي ردي علي. ناصري أنت عم تسمعيني؟ ناصري يلا افتحي عيونك يا ربي. هدول شو عملوا فيكي؟ الله يلعن الحيوانات.
سيدي. نازلين. شو صارت هاش؟ الكلاب أعطوها مخدرات، يمكن تكون جرعة عالية. اطلبوا الإسعاف، لازم ناخذها على المشفى. سيدي فتحي جيب السيارة فورا. تحت أمرك. الله يلعنون عديمين الأصل.